عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وحبايبي في الله، اليوم 22/7/2020 يوم الأربعاء. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هلا كان الشجر هذا عم ينام من كتر الهواء. ما لنا فيها، بس اليوم حابين نحكي كلمتين مع إخواننا وحبايبنا ومشتركينا وإخواننا. أنا بعتبرهم إخواني أخواتي. يعني فينا أصدقاء أخوات مشتركين جداد جوا القناة. بنحكي كلمتين ما نطول عليكم إن شاء الله. قناتي هي عبارة عن كل ما يحصل معي في سويسرا، سواء في المنزل خارج المنزل، القوانين، أي شيء بيخطر على بالكم أو بيخطر على بالي نحن نحكي عليه، سواء كان إيجابي أو سلبي، هموم الناس أي شيء كان. هاي نقطة. النقطة الثانية بدي لكم على شهادة السواقة لمحة سريعة. كل شخص بيفكر يجي على أوروبا، سويسرا أو أوروبا، جاي من بلده يحاول يجيب معه إجازة سوق، شهادة سواقة سيارة، إجازة سوق مهما كانت تكون سارية المفعول، لأنه هون شهادة سواقة يعني الحصول عليها معجزة، مو معجزة، صعوبة بالغة. بده يكون في لغة، مشان لأنه هون بسويسرا عندنا بالذات ما في عربي، الامتحانات والأسئلة كلها باللغات الثانية غير العربي، إنجليزي، فرنسي، ألماني، رومانش، ما في مشكلة، بس عربي ما في. إذا معك شهادة سواقة بإمكانك تستبدلها بفحص عملي فقط. فحص عملي يعني إنه بيشتغلوا بالسوق قدامهم 40-45 دقيقة، نجح بيعطوا الشهادة. تمام؟ وبده يكون عندك مدة إقامة تحت السنة. فوق السنة ما عاد يعترفوا عليها. تحت السنة بتقدم عليها بتاخذها بتنجح. أما إذا جيت لهون وما معك شهادة سواقة، مجد أنا بدي أطلع شهادة سواقة عم بتعذب فيها عم بتلبك فيها. بدها 500 سؤال وبدها دورة إسعافات أولية، وبعد منها بدها مدرسة سواقة وتلتزم مع شهادة سواقة مع مدرسة، المدرسة حتى تقدمك تقول لهم إنه هذا الشخص جاد وقادر على يقود سيارة. تمام إخواني وحبايبي، بتمنى منكم مساعدة صغيرة، مو ضروري المقطع هذا، أي مقطع بتشوفوه بيلفت النظر تعملوا له مشاركة على الفيسبوك، لأنه هالشيء هذا انا اللي عندي 500 واخ مشترك واخ، تمام؟ ما بدنا نقول لا مشترك، 500 واحد اخ معي مشتركين في قناتي، قناتكم هي قناتكم لكم مو لي كمان. بس بدي منكم مشاركه مقطع فيديو على فيسبوك على صفحاتكم. من شاركتوا هالمقطع اي مقطع كان، اي مقطع بلفت النظر، سواء طبيعه سواء هموم سواء قوانين سويسرا، اي شيء لفت نظركم انشروه خلي غيركم يستفيد، وانا بدي استفيد. انا بس يصير عندي 1000 مشترك انا في بعالم اليوتيوب. لحد الان ما دخلت بعالم اليوتيوب، اموري كليتها مبتدئه بعدها. ما يطول عليكم، شكرا انكم استمعتوني، موفقين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.